السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك في موضوع قضية الطلاق. اتفضل اسأل. اللهم صل على سيدنا محمد. لو تكرمت، يعني أنا قلت لزوجتي تبقي طالق 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 لو كلمت فلانة، ثم سكت وأكدت عليها تبقي طالق 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 لو كلمت فلانة. ففلانة دي أتت لبيت أبو زوجتي، وكانت زوجتي في بيت أبيها، وكانت زوجتي مريضة. ففلانة أتت مع زوجها وحماتها، حماتها تكون خالة زوجتي. أبو زوجتي طلب من زوجتي الخروج لمقابلة خالاتها، فقالت لها زوجي حلف علي، فصار وغضب وقال لها اعطيني التليفون هزعق له او شيء من هذا القبيل. فارادت زوجتي ان تخف من حده الامر، فخرجت والقت السلام وهي تنظر لخالتها وتشاور لخالتها، فصعدت ليا فلانه دي اللي انا حلف عليها ما اتكلمهاش ناحيه زوجتي، ومدت يدها لها، فاحرجت زوجتي ومدت يدها لها دون ان تنظر اليها ولم تكلمها. ليس عليها شيء. كلمت باليد فقط. ليس عليها شيء، ولا تكن شديدا فظا غليظا هكذا يا اخي. ثم دخلت زوجتي وهي تبدي لهم انها مريضه، فقالت لها فلانه الف سلام عليك، فلم ترد زوجتي وهزت راسها تقريبا. خلاص يا حبيبي، ليست طليقه، حرام عليك يا اخي، لا تعنت على النساء بهذه الطريقه يا اخي. اللهم من حديث الرسول، اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امرهم شيئا فرفق بهم فارفق به. هي يعني انت جبروت؟ ان كلمتها طالق 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 20,000 يا اخي، الامور سهله يا اخي، يا اخي سهلوها على الناس. يا اخي لو اختك مش هترضى لها كده يا اخي، والله ما ترضى لها كده. لو ابنتك لن ترضى لها بهذه الطريقه من المذله والاهانه. ان كلمتها طالق 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 20 مرة، ليه الموضوع؟ ليه الموضوع؟ مش مستاهل يا ناس، يا ناس كونوا رفقاء. سلام.